حققت الإعلامية والكاتبة الصحفية الأستاذة سوسن الشاعر إنجازا وطنيا جديدا يضاف إلى إنجازات الإعلام البحريني والسجل المشرف للمرأة البحرينية بفوزها بجائزة التميز الإعلامي العربي في مجال التلفزيون ضمن الجوائز المقدمة خلال الدورة العادية 49 لمجلس وزراء الإعلام العرب بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. وتم منح سوسن الشاعر جائزة التميز الإعلامي العربي في مجال التلفزيون لعام 2018 المقدمة من قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية ضمن فئة الرموز الإعلامية التلفزيونية العربية من مذيعين ومعدين ومخرجين ساهموا في مسيرة الإعلام التلفزيوني أو قدموا عملا رياديا. وأعربت الإعلامية سوسن الشاعر عن سعادتها الغامرة بهذا التكريم العربي بالتزامن مع احتفالات بيوم الصحافة البحرينية ويوم الإعلام العربي في دورته الثالثة، مؤكدة أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا دعم صاحب الجلالة الملك المفدى للحريات الإعلامية المسؤولة ودور صاحبة السمو الملكي قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في مساندتها للمرأة البحرينية وتمكينها كشريك جدير في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة. بداية يعني أنا يعني شاكرة ومقدرة للترشيح وللتكريم أيضا في هذا المكان، واعتبره تتويج لعملي الإعلامي الحمد لله، لكني أحب أن أهدي هذا التكريم لوطني البحرين الذي سمح ببيئة إعلامية راقية دعمت وحفزت العاملين فيها وخاصة المرأة أن ترقى وتصل إلى هذا المستوى. شاكرة للقيادة في دولة في مملكة البحرين لجلالة الملك حمد بن عيسى اللي هو الداعم الرئيسي والأساسي للصحافة وللإعلام، ولسمو رئيس الوزراء أيضا الذي كان يقف دائما خلف الصحافة وما في مرة يجتمع في مجلسه إلا ويكرم الصحافة. شاكرة لقيادتنا لولي العهد، شاكرة للأميرة سبيتشا بنت إبراهيم اللي هي أيضا داعمة للمرأة في كل موقع، وأعتقد نحن وصلنا إلى ما وصلنا إليه بفضل هذه البيئة السياسية، بفضل هذه البيئة الاجتماعية، البحرينيين اللي يقفون وراي ورا كل إعلامي يحاول أن يجتهد وينجح ويصل إلى ما وصل إليه.